بالنسبة لل command input وال command output، مقصود بيها انه دايما لو انت عايز تدخل بيانات من ال standard input، فعادة بيكون ال standard input هو الكيبورد، ده ال standard input، والنتيجة بتاعت مخرجات الأوامر الناتج بتاعها بيظهر في ال standard output اللي هو الشاشة تحتك. لو انت كتبت امر خطأ وظهرت رسالة error message، رسالة خطأ، فبتطلع رسالة الخطأ الستاندر اوتبوت حقها الشاشة برضو، لكن عادة بيكون اللون بتاع الرسالة بيكون مختلف عن لون المخرج. فعندي ثلاثة حاجات: الستاندر انبوت، فعادة بنسميه STD in standard input الكيبورد، والstandard output هو الشاشة STD out، والstandard error STD ERR هو برضو الشاشة. أحيانا أنت بتكون عندك الأمر، لما تكتب أي أمر بيطلع المخرج في الشاشة، بيظهر عندك في الstandard output. والمدخل لو أنت عايز معلومات من عايز تدخل معلومات لأمر أو كذا، فبكون من الستاندر انبوت اللي هو الكيبورد، لكن ممكن تعمل ريدايركشن، ممكن تخلي الامر او الكوماند بدل ما ياخد معلوماته من الكيبورد ياخدها من ملف مثلا، ده اسمه ريدايركشن، بدل ما اشيل معلومات من الكيبورد باخدها من ملف. وممكن برضو بدل الستاندر اوتبوت اطلع المخرجات بتاعت امر معين، الاوتبوت حقها يطلع يتخزن في ملف، ده ريدايركشن، اسمه الريدايركشن. احيانا بيحتاج في التعامل مع الاوامر بيحتاج الويلد كارد اللي هي زي النجمه وعلامه الاستفهام والحاجات دي، لان دي لو انا ناسي اسم ملف او حاجه ممكن استخدم الويلد كارد. فمثلا لو انت عايز ما عارف اسم الملف لكن عارف الامتداد منه، تعمل ستار دوت اكستنشن، ستار معناه اي ملف باي اسم يكون امتداده مثلا executable، او عمل star dot exe او star dot doc، معناه عايز الملفات الدوكيمنت كلها الموجودة في الدليل الحالي او في الفولدر الحالي مثلا الملف. فالنجمة معناه بتمثل all files. ما عارف انت الحاجة معينة ممكن تعمل نجمة dot extension معين، ديك الملفات كلها بالاكستنشن ده، فدي بسميها الاستريكس. اذا انت ناسي اسم حرف بس من اسم الملف فبتستخدم علامة التعجب. مثلا انا عندي ملف ما عارفه بيبدأ بشنو، لكن عارف انه بعد الحرف الاول عندي EST، فهنا بعمل علامة تعجب، هنا اقول له ls، معنى اعرض لي كل الملفات اللي بتبدأ بعلامة تعجب، وبعدين EST حيقول حيشوف أي ملف مكون من 4 حروف بيبدأ بدل علامة التعجب دي، ممكن يشوف ال A أو ال T أو ال B أو ال C، يعني هنا أي حرف يحط مكان ده، وال EST زي ما هي. فكده بيعمل ماتشنج لكل السنجل كاركتر، أي حرف بدل علامة التعجب. لو أنت مثلا عايز لسنجل كاركتر من مجموعه من الكاركترز وما عارف البدايه، ممكن تعمل المربع ده البراكت وبعدين حرفين او اي عدد من الحروف، البراكت كده معناها اي ملف يبدا ب small a او يبدا ب capital b بعد النجمه اي عدد من الحروف تاني، فده بيعرض لك الملفات كلها اللي بتبدأ ب small a او capital b. طبعا في اللينكس عندنا فرق بين ال small وال capital، يعني لو عندك ملف بادئ بحرف small a اسمه axy، فممكن يكون عندك ملف تاني axy لكن ال a capital، ده بكون ملف تاني، الحروف صغيرة وكبيرة تختلف في التسمية في اللينكس.
ايضا لو انت بتتعامل مع النافذة بتاعت الكوماند التيرمينال، ممكن التيرمينال بتحفظ لك اي عدد من الاوامر لحد 500 امر انت كتبتهم يعني في الهيستوري. مثلا الليلة انا كتبت امر ls، بعد كتبت cd كده، عملت كده عملت كده، كل الاوامر اللي كتبتها دي بتتخزن في الهيستوري بتاع الكوماند لحد 500 امر قديمة بتكون موجودة. فانا ممكن لو كتبت في الأوامر، كتبت الأمر هيستوري في الاس دولار بتاعتي، كتبت الأمر هيستوري فبديك كل 500 كمان، يعمل لك ليستنج ليه، يوريك ليه يعني انت آخر 500 أمر كتبتهم هم شنو. لو قدرت تشوف آخر 10 بس، ما عايز 500، آخر 10 تكتب هيستوري والرقم بتاعك، مثلا هيستوري 10 معناه آخر 10 أوامر أنا نفذتهم، هيستوري 5 آخر 5 أوامر نفذتهم، هيستوري 20 آخر 20 أمر أنا نفذتهم، وهكذا. لو عايز تشوف أمر نفذته قبل كده وانت ما عارف اسمه، عارف رقم ورقم كم، بتستخدم علامة التعجب مع الرقم. مثلا هنا ده الأمر رقم 3، علامة التعجب مع 5 الأمر رقم 5، عايز أنفذه مرة تانية بس ما متذكر اسمه. طيب إذا متذكر الاسم وما متذكر باقي الحاجات فيه، ممكن برضه تستخدم علامة التعجب مع اسم الأمر. مثلا أنا كتبت الأمر ده قبل كده في الهيستوري موجود، فأكتب علامة التعجب ومعاه مور، معناه آخر أمر بتاع مور أنا نفذته حينفذ زي مرة تانية. غير كده ممكن تستخدم السهم، مثلا السهم الطالع لفوق، السهم الطالع لفوق بديك برجع للبريفيس كوماند، آخر أمر نفذته، تضغط السهم يجيك الأمر اللي قبله، تضغط السهم يجيك الأمر اللي قبله. أو تستخدم السهم النازل اللي تحت في الكيبورد، فده بيديك شنو، بيجيك فورورد. مثلا رجعت للأمر، أنت استخدمت السهم الفوق مشيت للأمر الرقم الأخير، تاني استخدمت السهم مشيت للبعده، تاني استخدمت السهم مشيت للتالت من قبلهم. لو استخدمت السهم التحت بترجع تاني، تجي لهذا تجي لهذا فورورد، اذا باكورد بالسهم الفوق، فورورد بالسهم التحت، تتنقل بين الكوماند اللي كتبتها قبل كده في الهيستوري كوماند. وده بسهل لك انك ما تعيد كتابة اوامر. يعني انت لو مثلا كتبت امر قبل كده وعايز تكتبه تاني، ممكن تمشي بالسهم فيه وتعمل انتر ينفذه لك مرة تانية. فدي من الامور اللي بتسهل لك كتابة الاوامر في التيرمينال. ايضا ممكن تعمل مانج للبروسيسز. احنا عرفنا في الاوبريتنج سيستم اي برنامج انت لما تشغله تحت التنفيذ بنسميه بروسيس، اي برنامج شغال الان رانينج اسمه بروسيس. فحتى الشيل نفسها بتنفذ اي كوماند هو يعتبر بروسيس رانينج، والشيل نفسها تعتبر بروسيس، هي نفسها برنامج شغال وهي بروسيس. فانت ممكن تستخدم امر في اللينكس اسمه bs ax. الامر ده بيعمل لك ليست لكل البروسيسز، بيديك معلومات البروسيس كلها شغاله الان رانينج في السيستم عندك، منها الشيل ومنها البروسيس الشغاله، وكل بروسيس عندها رقم اي دي بيميزها عن البروسيس الثاني. فهنا بتشوف كل البروسيس الشغال حاليا، وبتشوف مع البروسيس اسم البروسيس، تشوف البروسيس اي دي اللي هو اسمه بي اي دي، اختصارا بي اي دي ده رقم بروسيس، كل بروسيس عندها يونيك نمبر، عندها رقم مفرد بيمثلها. فانت بتلقى اسم البروسيس والنمبر حقه، البروسيس والنمبر حقه ومعلومات تانية عن البروسيس. واحدة من البروسيس اللي بتشتغل في البداية اسمها ان اي ان اي تي دي ان اي ان تي كوماند. الان الكوماند دي هي اول بروسيس بتشتغل، وعندها البي اي دي حقها، البروسيس اي دي ورقمها واحد، وهي تعتبر المذر اوف اول بروسيسز، هي ام كل البروسيسز الثانيه، لان هي اول بروسيس بتشتغل بتفرع منها باقي البروسيسز اللي شغاله عندك في السيستم. طيب انا بستفيد من البروسيس اي دي في شنو؟ رغم البروسيس ممكن استفيد منها
في حاجات كثيرة. من الحاجات اللي ممكن استفيد من رقم البروسيس انه ممكن اوقف بروسيس، اعمل لي ستوب. عندي بروسيس معينة عايز اوقفها، فبعمل بي اس اي اكس، بيعمل لي ليست بكل البروسيس، بلقى البروسيس حقتي موجودة وبلقى عندها رقم. مثلا افترض لقيت رقمها 8550، ده البي اي دي حق البروسيس، وانا عايز اوقفها، فعندي امر في اللينكس اسمه كيل، كلمة كيل وبعدها البي اي دي حق البروسيس، بيعمل ستوب للبروسيس دي، وقفها من التنفيذ. وبالصورة دي ممكن توقف اي بروسيس بواسطة البروسيس اي دي حقها.